صباح الخير مستمعينا الكرام، تحية طيبة للجميع في عدد هذا اليوم من برنامج ضيف الصباح مع بداية الأسبوع هذا الأحد. أسعد فيه باستضافة المحلل السياسي والأمني الدكتور مصباح مناس. صباح الخير دكتور، شكرا لتلبية الدعوة. مرحبا بك أستاذة سمية، شكرا جزيلا. دكتور مصباح مناس، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ومنذ انتخابه تعهد بأن لا يفرط قيد أنملة في استقرار الجزائر واستقلالية قرارها بالمفهوم الواسع والشامل، ليس فقط السيادة الترابية بل السيادة الاقتصادية والسيادة السياسية، وحرص أيضا على ترقية العلاقات الثنائية بين الجزائر وجميع شركائها بما يخدم مصالح الشعب وفي كنف الاحترام المتبادل واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. بالأمس شاهدنا سقطة من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. الرئيس عبد المجيد تبون كان في البداية حارس على ترقية هذه العلاقات بين الجزائر وفرنسا، وقال أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لديه ربما توجه ولكن يتعرض لضغوطات من اللوبي الاستعماري في الداخل. هذه السقطة لماكرون تدل على أنه سقط في حاضنة هؤلاء دكتور؟ نعم هذا صحيح، يعني رئيس الجمهورية كما قلت كان حريص على تعزيز هذه العلاقات، وكان يأمل في أن الرئيس الحالي ماكرون باعتبار أنه رئيس يعني شاب، أن هناك توجه جديد في السياسة الفرنسية يعني، والخروج من ما يسمى بمظلة الجناح المتطرف الذي ما زال يعتقد أن هنا أن يعني بعض الأقاليم أو بعض المستعمرات ما زالت يعني تابعة لفرنسا، وهذا طبعا كلام يعني غير صحيح. الجزائر طبعا دولة مستقلة منذ عام 62، دولة لها سيادة، دولة لها طبعا لها كرامة، طبعا هي حريصة على أن يكون هناك علاقات متينة مع الشركاء وأيضا حتى مع فرنسا، لأنه شئنا أم أبينا لدينا مصالح مع فرنسا، لدينا جالية يعني جالية مهمة وهي طبعا هي ذخر ورصيد أيضا للجزائر. هذه الجالية يعني حتى وزير الخارجية الحالي يعني أضيف له يعني ملف طبعا الجالية في التسمية، وهذا يدل على شيء، فإنما يدل على حرص رئيس الجمهورية عليها. فواضح تماما أن هذه السقطة كما سميناها تدل على أن ماكرون للأسف الشديد يعني الذي كان يعول عليه في بداية صفحة جديدة في العلاقات الجزائرية الفرنسية تكون يعني تخدم مصالح طبعا الطرفين، واضح أنه وقع في حضن هذا الجناح طبعا المتطرف، وهو يجب عليه طبعا أن يتم تصحيحه، لأنه كان أيضا ممكن الجزائر تراهن على أنه بعد مثلا استعادة الجماجم بأبطال المقاومة ربما كانت هي يعني إشارة إيجابية من السلطات الفرنسية لبداية هذه الصفحة. واضح أنه حتى وإن كان هناك يعني البعض يعتبر أن هناك ربما أسباب انتخابية، لكن حتى وإن كان هناك معطيات انتخابية لكن هذا لا يجيز لأي دولة أن تتجاوز خطوط حمراء في الإساءة إلى دولة أخرى في مؤسساتها وفي رموزها وفي كل هذه الأمور، لأن في السياسة هناك ضوابط يجب أن تحترم من طرف الجميع. نعم هي سقطة بكل الامتياز. الجارديان عنونت أنه كلما اقتربت انتخابات الرئاسة الفرنسية أصبح ماكرون أكثر تطرفا من لوبان. الآن العهد الفرنسية للعهدة الرئاسية لماكرون لم تكن على ما يرام، وإن كان الشأن لا يهمنا، ولكن أزمة سترات الصفراء الحالية، ارتفاع معدلات البطالة، احتجاج تدهور المعيشة في فرنسا والرأسمالية المتوحشة في فرنسا في نظامها، الجالية الجزائرية أو الجالية المسلمة ككل، والجالية الجزائرية واحدة منها هي وعاء للاستقطاب، ولكن دائما توضع في محل المساومة المستفزة. إلى أي مدى سيعمق ذلك من الجمود بين البلدين؟ نعم هذا صحيح، يعني يضاف لكل النقاط التي أشرت إليها نقطة أخرى وهي فشل صفقة الغواصات الفرنسية نحو أستراليا، وهي طبعا صفعة كبيرة لفرنسا من طرف طبعا دولة أنجلو ساكسونية، وفي اعتقادي أن هذا أيضا ستفتح قوس كبير بالنسبة للنفوذ الفرنسي في القارة الإفريقية. سنشهد، وأنا من الذين توقعت هذا منذ سنوات، كسر الكثير من
مناطق النفوذ أو قواعد مناطق النفوذ الفرنسية في إفريقيا، ربما في نقاط أخرى من طرف الولايات المتحدة الأمريكية ومن طرف دول كثيرة. هذا أيضا عامل مضاف يعني يؤشر على يعني حالة من التراجع في القوة الفرنسية الاقتصادية، خاصة الاقتصاد الفرنسي الذي يعني كما أشرت هناك مؤشرات يعني سلبية. أكيد أن أزمة الكورونا أثرت على فرنسا كما أثرت على كل دول العالم، لكن واضح أن هذه المعطيات الداخلية يضاف لها أيضا العوامل الخارجية تؤثر على توجه ماكرون وتوظيف هكذا أوراق في محاولة للبقاء في الإليزي في هو لا يحظى بالاحترام، يتعرض يوميا للإهانة من قبل مواطنيه. شاهدنا الصفعات المتتالية، رموه بالبيض، رموه بالفرينة، بقي السكر يكتب إلى الكعكة. نعم، ربما يعني تعودوا على أن يكون هناك رؤساء يعني رؤساء محنكين، رؤساء يعني ربما من جيل يعني لهم طبعا صورة نمطية لدى الشعب الفرنسي. ربما الاستثناء في تاريخ فرنسا هو أنه لأول مرة ربما في تاريخ هذه الدولة أن يكون هناك رئيس شاب، وربما هذه رسالة. ولكن في اعتقادي أنا أتصور أن وإن كان الوقت يعني سابق لأوانه، أن ربما في الناخب الفرنسي سيعود إلى هذا المربع بما يعني يعود إلى الصورة التي طبعا رسمها للرؤساء السابقين. وبالتالي أظن أن ماكرون مقبل على معركة شرسة في الانتخابات القادمة، وأنا من المتوقعين أن ربما قد تتغير الخريطة السياسية تماما في فرنسا. نعم، ذكرت جانب مهم سنتطرق إلى جوانب الاقتصادية بعد قليل. بالنسبة للجوانب الدبلوماسية، الدبلوماسية الفرنسية تتقهقر يوم بعد يوم. أزمة الغواصات كانت صفعة بالنسبة للدبلوماسية الفرنسية، في المقابل نشهد عودة قوية للدبلوماسية الجزائرية إلى المحافل الدولية. ما حدث قبل أسبوع، الوزير الأول المالي عندما تهجم على الرئيس الفرنسي أمام أروقة الجمعية الأممية المتحدة، أيضا انتصار القضية الصحراوية مؤخرا. ربما حاول، نعرف أنه النظام المخزن يحظى بالرعاية من قبل النظام الفرنسي، ربما هو أيضا حاول تصدير كل هذه الأزمات والانتكاسات الداخلية ليتهجم على الجزائر. نعم، هذا صحيح. يعني المكاسب التي تحققها الجزائر في الدبلوماسية هذه أكيد لا ترضي فرنسا، خاصة في مناطق تعتبرها ربما مناطق نفوذ. يعني نتكلم على مالي التي صنفناها في أكثر من مرة على أنها دولة ربما دولة فاشلة، لكن الآن واضح تماما أن خاصة مع تقارير تتكلم على أن مالي تتجه إلى عقد صفقات عسكرية لتعزيز قدراتها العسكرية في الداخل، معناها أن روسيا معناها أن مالي تتجه لأن تكون تخرج من دائرة الدولة لربما الفاشلة، الدولة القادرة على تأمين نفسها داخليا. وهذا في حد ذاته طبعا مؤشر، يعني مؤشر لا يرضي طبعا فرنسا التي تريد إبقاء هذه الدولة ودول أخرى في حاضنة النفوذ الفرنسي. هناك نقطة أخرى، أن الجزائر الجديدة التي طبعا الجزائر الجديدة التي نحن نعيشها الآن مع الرئيس عبد المجيد تبون، أن هناك قاعدة أساسية في سياستنا وهي تنويع البدائل. نعم. تنويع البدائل من الشركاء. وهذا أيضا لا يرضي طبعا الطرف الفرنسي. هناك ربما قاعدة في السياسة هو أنك لا تضع بيضك كله في سلة واحدة، وبالتالي عندما يكون هناك التنويع هذا يعزز مركزك التفاوضي، والجزائر يعني ترسخ هذا المبدأ جيدا، وهذا أيضا لا يرضي فرنسا. وبالتالي هي الآن هي الكرة في ملعبها. نحن لسنا ضد أن تكون هناك طبعا علاقات مصالح بين الطرفين، يعني الجزائر وفرنسا. لماذا؟ لأن هناك مصالح، هذا أمر لا جدال فيه، ولكن فرنسا عليها أن تعيد النظر في الكثير من القضايا إذا أرادت أن تحافظ على مصالحها في الجزائر وفي مناطق أخرى. يجب عليها أن تخرج من الفكر الاستعلائي إلى التعامل بندية، لأنه حتى في الخطاب الفرنسي والنادي الفرنكوفوني الذي طبعا ترعاه فرنسا، هناك تحول في الخطاب من خلال أنه قال ربما كان في بعض الحين ينظرون على خاصة القارة الإفريقية على أنها أرقام تابعة، قال شركاؤنا الأفارقة. هذا الخطاب يجب أن يتحول إلى ممارسة، بمعنى آخر أن تتعامل مع الأطراف كشركاء،
كيف لا وأنت تتكلم على دولة بحجم الجزائر التي هي دولة مهمة وهي قوة إقليمية كما قلناها في أكثر من مناسبة. نعم. حب من حب وكره من كره، نحن لدينا كل هذه المقومات، وبالتالي هي لعبة، وهذه اللعبة هي لعبة مشروعة، لعبة مصالح، ومن حق كل طرف أن يدافع على مصالحه. نعم، بالنسبة لي ذكرت موضوع مهم وهو تنويع الجزائر لشركائها بما يخدم الدولة الجزائرية، تضع نصب عينيها مصلحتها الخاصة ومصلحة الشعب الجزائري في المقام الأول. خلال هاتين السنتين الأخيرتين الشركات الفرنسية تعيش وضعا صعبا في الجزائر، حيث غادرت العديد من الشركات السوق الجزائرية في عديد من القطاعات، غير البنوك، المياه، السيارات، المواصلات، لأسباب مختلفة، منها رفض الجزائر بتجديد عقود هذه الشركات بسبب فشلها في تسيير مهام الوكالة. هنا أيقنت فرنسا أن الجزائر لم تعد تلك البقرة التي كانت تحلب منها كما تريد وكما تشاء، وإنما القرار الآن يراعي بالدرجة الأولى مصلحته الاقتصادية ومصلحة الشعب. نعم، وهذا صحيح، ورئيس الجمهورية شخصيا يعني حريص على هذا الأمر. يعني لدينا دولة مثلا كألمانيا، يعني قبل حتى سنوات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قالتها في أكثر من مناسبة، نحن مستعدون للاستثمار في السوق الجزائرية في كل القطاعات بأسعار تنافسية، وأيضا بنقل الكثير من التكنولوجيا. لا ننسى أن فرنسا يعني في اقتصادها لولا العلاقات المتينة خاصة في الجانب الاقتصادي مع ألمانيا ربما لتراجعت أكثر، ونحن نعرف أنه أي رئيس فرنسي ينتخب أول زيارة له خارج الحدود الفرنسية هي لألمانيا، لأن نسبة كبيرة من التكنولوجيات الفرنسية تعتمد على التعاون مع ألمانيا، وبالتالي من حق الجزائر أن يكون لها طبعا بدائل كثيرة سواء في دول الاتحاد الأوروبي أو خارج الاتحاد الأوروبي. يعني دخلنا أيضا سوق أو طريق الحرير الصيني، هناك تعزيز لهذه العلاقات، هناك علاقات مع روسيا، هناك علاقات أيضا مع الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، وبالتالي هذا هو الخيار الحكيم الذي طبعا يحرص عليه رئيس الجمهورية، وهي قلنا لعبة فرنسا عليها يجب عليها أن تعترف بهذا وأن تتعامل وفقا لهذا. إذا أرادت أن تحافظ على مصالحها في الجزائر هي كما يقال يجب عليها أن تقدم الكثير من التنازلات، والأهم من ذلك أن لا تتعامل باستعلاء. نحن دولة ذات سيادة ويجب أن نحترم كما نحترم الآخرين. نعم، بالنسبة للملف الذاكرة، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قال أن الذاكرة الوطنية هي أمر لن يتم التنازل عنه ولن تتم المتاجرة به أبدا في إطار العلاقات التي تجمع بين الجزائر وفرنسا. البيان الذي أصدرته تصريحات ماكرون حملت الكثير من المغالطات، ودائما تحاول فرنسا النبش في ملف الذاكرة لتعرف أنه مدى أهميته، وربما تحاول جس النبض، ولكن في كل مرة تتلقى الرد بأنه دم نوفمبر ما زال يجسري في شريان الشعب الجزائري حتى ممن لم يعايش تلك الفترة. ربما هذا أقوى رد. نعم، هذا هو، وحتى الرقم الذي قدمته الرئاسة البارحة رقم 5.630 يعني 5,630,000 شهيد، طبعا هذا رقم مهم له دلالة، وملف الذاكرة هذا ولا يمكن أن يلغى. يعني أعطيك مثال لماذا فرنسا الرسمية تعتذر رسميا على مجازر التوتسي في رواندا ولا تعتذر على مجازرها في الجزائر إلى يومنا هذا، وهي مجازر ربما أكثر فداحة وأكثر بشاعة. نحن نعرف أنها مارست حرب إبادة منذ عام 1830 إلى 1870، توقفت هذه الحرب مع نابليون الثالث، و أمور يعني كما يقال كثير المؤرخون هم طبعا أدرى بكثير فيما يتعلق بهذا الملف. في كل الحالات على فرنسا أيضا أن تدرك تماما أن ملف الذاكرة لم يطوى ما لم تعتذر على جرائمها طبعا الاستعمارية، وأيضا يكون هناك تعويضات. هذا ملف طبعا هناك من يتابعه وهو أدرى بأكيد، ولكن في كل الحالات على فرنسا أن لا تنسى أن الجزائريين حتى الذين يعني جيل الاستقلال يعني يدرس التاريخ ويعرف تماما ان هناك حرب، يعني حرب إبادة مارستها على كل الجزائريين والأرض المحروقة، وبالتالي هذا يعني يجب ان يوضع في اطاره. قلنا ان هناك مصالح، نحن لسنا من انصار ان تكون هناك عداوات طبعا دائمة، ولكن ملف الذاكرة حاضر
وهناك ايضا مصالح ايضا مع فرنسا وهي موجوده، يجب ان يوضع كل شيء في اطار. وبالتالي ما زال امام فرنسا خطوات اخرى اذا ارادت تعزيز او تحسين هذه العلاقات، قلنا من ضمنها الاعتذار الرسمي كما اعتذرت على مجازر، وهي طبعا حديثه، وهي حديثه، فما بالك تتكلم على مجازر استمرت اكثر من 132 سنه، وهي طبعا الفتره الاستعماريه هنا في 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 الحاله الجزائريه، فهو ملف حاضر ولا يمكن ان يطوى هكذا كما يعتقد البعض. في هذا الاطار كيف يمكن ان نحسن الوعي المجتمعي لتعزيز امننا وحمايه استقرارنا؟ لانه هناك الكثير من المغالطات يتم الحديث عنها في التاريخ الجزائري، رغم انه المؤرخون او التاريخ لا يمكن ان يطوى او يمحى بتصريح كهذا. اكيد يعني المجتمع طبعا قلنا هذا يعني ما يعني انه يكون هناك طبعا توعيه. لماذا؟ لان التاريخ كما يقول ابن خلدون، يقول ان التاريخ في ظاهره مجرد الاخبار وفي باطنه نظر والتحقيق. نتكلم على ان اسرائيل ايضا المعامل التاريخ هو الاعلى في اسرائيل. لماذا؟ لكي يكون دائما عارفين من اين اتوا وما هي اهدافهم وغيره، وكل الامم تعطي قيمه للتاريخ. وبالتالي يعني لما نتكلم عن الامن المجتمعي هو كله يعني امن متكامل، ويجب على الجزائريين ان يعرفوا الكثير طبعا من الحقائق. نحن قلنا العلاقات الدولية تبنى على المصالح، وأنا لست من الذين ينظرون دائما الاستعداء، يعني مثلا فرنسا أو ما شابه ذلك. ملف الذاكرة موجود، يعني أكيد لا يمكن أن يلغى. هناك طبعا تاريخ أيضا لا يمكن أن يمحى، ولكن أيضا هناك مصالح، وقلنا هناك جالية جزائرية وهناك أمور العلاقات الدولية. يعني نتكلم أن ألمانيا التي احتلت فرنسا أكثر يعني من مرتين، الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، هناك علاقات متينة الآن في تعديل فيما يتعلق بالصور النمطية، ولكن يجب أن تبنى على قواعد متينة. المجتمع الجزائري يعني من خلال تنمية الوعي، تحصين الجبهة الداخلية، لأنه قلناها في أكثر من مداخلة هنا أننا نمر بتحديات كبيرة في هذه المرحلة. جوارنا الجغرافي تقريبا كله ملتهب، وهو مقصود ومفتعل الهدف منه هو تطويقنا. هذا تأزيم العلاقات مع يعني سواء مع يعني مع المغرب، الطرف طبعا اللي هي موجود ايضا منذ فترات طويله، الان يضاف لها ايضا العلاقات مع فرنسا وغيرها، ايضا التطبيع المغربي مع اسرائيل، هي كلها عوامل ضاغطه. يجب ان نحصن جبهتنا الداخليه وان يكون هناك ايضا. لماذا؟ لان المجتمع ايضا له دور في هذه المرحله في تعزيز وتمتين جبهتنا الداخلية لمواجهة كل هذه التحديات. نتحدث عن توقيت هذه التصريحات دكتور مصباح بالناس، عشية يوم مهم أيضا في الذاكرة الوطنية، يوم الهجرة 17 أكتوبر، هي مقصودة هذه الرسالة في هذا التوقيت بالذات، وما هي خلفيتها؟ نعم أكيد، يعني قبل هذه المجازة التي قامت طبعا بها فرنسا أكيد. لماذا؟ لأنه واضح تماما ان قلنا التيار المتطرف لا يريد ان ان صح التعبير ان يغير من سياساته، وهي عمليه هي استفزاز ان صح التعبير، وكان هؤلاء ليسوا يعني كما يقال الجزائريين ليسوا طبعا ليسوا بشرا. قلنا ونعيدها ونكررها، يجب ان تعدل الكثير كما يقال من قواعد اللعبه بما يخدم طبعا مصالح طبعا الطرفين. لا أرى أن هذا التوقيت يعني غير مدروس، أكيد أنه مدروس، وهو استفزاز طبعا للجزائر، والجزائر واعية بذلك. وبالتالي هنا تكمن طبعا أهمية قراءة طبعا التاريخ. الأحداث لا تأتي هكذا من فراغ، الأحداث طبعا هي مدروسة مقصودة العملية، وهناك لعبة كما يقال لعبة انتخابية داخل فرنسا، توظيف كل الأوراق لطرف ما أو ما شابه ذلك. هذا طبعا شأن داخلي فرنسي، ولكن يجب ان لا يكون يعني على حسابنا نحن كجزائر، وحساب طبعا يعني امننا واستقرارنا. وايضا لربما السقطه الكبيره هو استهداف يعني رمزي طبعا السياده، يعني رئاسه الجمهوريه، وطبعا رئاسه الجمهوريه وايضا مؤسسه الجيش التي طبعا اتهمتها بانها تزرع الحقد لدى الجزائريين او الكره لدى فرنسا. الكره لدى الجزائريين خاصة بالنسبة للجرائم هذا موجود، يعني ليس ولا يحتاج ربما إلى أن تكون هناك مؤسسة رسمية لكي تغذي هذا الكره، ولكن قلنا أيضا هناك مصالح. نحن لسنا من أنصار طبعا العداوات الدائمة، الذاكرة توظف في إطارها
والمصالح أيضا توظف في إطاره. لن نغفل هنا نبهتني إلى موضوع مهم، وهو أنه في لو نرجع إلى الوراء قليلا فقط، أنه عندما كان الحراك هنا في الجزائر، فرنسا كانت تترقب وكانت تنتظر تهاوي ربما الدولة الجزائرية، ولكن الرد كان قويا بأن تعزز مسار الدولة، دولة الحق والقانون في الجزائر، وكان هناك مسار دستوري محترم بحيث أننا انتخبنا رئيس الجمهورية، تم تعديل الدستور، مضينا الآن في استكمال كل المؤسسات الاقتصادية، والورشة الأهم التي يحكف رئيس الجمهورية عليها حاليا هي الورشة الاقتصادية بتقويتها وتعزيز استقلالنا الغذائي واستقلالنا الطاقوي، أيضا أمننا الغذائي وأمننا الطاقوي، ربما تحاول العزف على هذه الأوتار لتحقيق مكاسب ما. نعم هذا صحيح، يعني لعبة محاولات إسقاط الدولة الجزائرية هي مستمرة يعني منذ فترات طويلة. والرد هنا استسمحك أنه على اللحمة بين الشعب والجيش كان قد أخذ فيها دروس كثيرة. نعم. يمكن أن يقدرسها في الجزائر. أكيد أكيد أكيد. لماذا؟ لأنه هناك تلاحم، ولأنهم ربما بعض السذج مع احترامنا يعني يعتقدون أن ربما الجيش هو من رحم هذا الشعب، هو من رحم هذا الشعب، وقلناها في أكثر من مناسبة أن قيادات جيشنا الوطني قيادات وطبعا من رحم هذا الشعب. هناك يعني ليس هناك ربما قواعد معينة لكي تمنع شخص معين من منطقة معينة لا يكون قائدا في الجيش، وهي طبعا ميزة قل ما تجدها في جيوش طبعا العالم. تكلمت أيضا عن الورشات التي بدأها رئيس الجمهورية، يعني بداية من الدستور، وأنا شخصيا شرفني رئيس الجمهورية بأن أكون أحد أعضاء هذه اللجنة، وطبعا كان هناك محاولات أيضا لتعطيل هذه الورشة، الحمد لله يعني أنجزت، وبعد ذلك تمخض عنها الانتخابات التشريعية، يضاف لها الآن المحليات التي ستختم، وبالتالي اللي يعني خرجنا من الدائرة الأخطر. نعم. الآن الجزائر الحمد لله هي مستقرة أكثر، الجبهة الداخلية معززة أكثر، والجزائر نقولها يعني بكل تواضع الآن هي أقوى ما يمكن أن تكون لمواجهة كل هذه التحديات التي يراد منها قلنا ضرب أمننا واستقرارنا، وحتى في بعض الأحيان إسقاط الدولة الجزائرية كما حصل في أزمة التسعينات التي كان يراد إسقاط الدولة الجزائرية. الجيش لعب دور في إنقاذ الدولة الجزائرية، الجيش لعب دور في محطات أخرى، وسيبقى يؤدي دوره زائد طبعا دور الدستوري حماية التراب الوطني، يؤدي دوره في حماية الدولة الجزائرية من كل هذه التهديدات. تحدثنا قبل قليل عن الدولة الدبلوماسية الجزائرية وعودتها القوية. الدبلوماسية الجزائرية طلبت للوساطة في أكثر من ملف، الملف المصري، الأزمة المياه، نعم. سد النهضة، نعم. الوساطة في ليبيا الآن، والحل الجزائري هو الأقوى والأقرب للتنفيذ ميدانيا، أزمة مالي، في عديد من الوساطات طلبت الوساطة الجزائرية، تصريحات المبعوث الأمريكي عندما قال بأن أمريكا تثق في الجزائر باعتبارها القوة الإقليمية الأكثر صلابة، وهي يعني حجرت الميزان في شمال إفريقيا الآن والمنطقة المغاربية. التصريح أو الردود رد الفعل الدبلوماسية الجزائرية كان من الناحية من يفهمون في اللغة الدبلوماسية كان قويا، عندما تستدعي الجزائر السفير الفرنسي عقب قرار الدبلوماسية تخفيض التأشيرات الممنوحة للجزائريين، قرار هو قوي عندما تستدعي أي دولة سفيرها للتشاور، وأيضا الآن تستدعي الجزائر سفيرنا في فرنسا، ما هي دلالات هذه القرارات؟ نعم هذا قرار مهم، وهي رسالة لمن يشككون في قوة الدولة الجزائرية، وسرعة الرد من الناحية الزمنية مباشرة بعد التصريح. نعم، ورسالة قوية لمن يشككون في قوة الدولة الجزائرية بأنها نحن لسنا رقما تابعا في معادلة أي طرف، نحن رقم مستقل. ورد الفعل على استدعاء طبعا السفير، هذا رسالة قوية لفرنسا التي كان ربما البعض يصوق على أننا نحن رقم تابع، نحن لسنا رقم تابع لا فلا لفرنسا ولا لغيرها، دولة نحن دولة لدينا سيادة. وتكلمت على الإنجازات الدبلوماسية أيضا التي لا ترضي الكثير من الأطراف، وحل حالة الكثير من القضايا. لماذا؟ لأن رئيس الجمهورية شخصيا
أحد أهم التزاماته هو إعادة المكانة التي تستحقها الجزائر. أن الوضع الطبيعي بالنسبة للجزائر هو أن تكون دولة مؤثرة في محيطها، سواء محيطها الضيق اللي هو المغرب العربي، في محيطها الأوسع اللي هو العالم العربي، ومحيط الآخر الإفريقي حوض المتوسط، وحتى في السياسات الدولية هناك إنجازات يعني بدأت تتحقق. قالها رئيس الجمهورية 90% من الحل في مالي هو بيد الجزائر، والجزائر حلحلة الملف المالي. الملف الليبي يتجه نحو إجراء الانتخابات، وبعد ذلك تأسيس كل يعني مؤسسة الرئاسة ومؤسسة الجيش، وهي أيضا تنفيذ في جبهتنا الشرقية، أيضا فيما يتعلق بتعزيز علاقاتنا مع موريتانيا، وأيضا في الساحة الدولية عادة الجزائر يعني كلمتها مسموعة، يعني ما حصل في الجمعية العامة للأمم المتحدة وغيرها وفي الاتحاد الإفريقي، يؤكد على العودة القوية للدبلوماسية الجزائرية، لأن الجزائر قلناها دائما وضعها الطبيعي أن تكون رقما مؤثرا، وهذا ما بدأ يحصل مع تجسيد أحد التزامات رئيس الجمهورية وهو تعزيز مكانة الجزائر الدولية. الملاحظ أيضا في الفترة الأخيرة هو الانسجام التام بين القرارات الرسمية والتأييد من قبل الشعب الجزائري، هناك تأييد مطلق وهناك ربما استبشار لهذه المواقف المشجعة التي تلقى من خلال مختلف التصريحات وتصفحنا لمواقع التواصل الاجتماعي. كيف تتوقع، كيف ترى الآن مستقبل العلاقات الجزائرية الفرنسية، وهل يكفي الاعتذار الآن عن هذه التصريحات؟ يعني تحرك الجزائر باستدعاء السفير طبعا هو خطوة، ولكن هذه الخطوة أيضا مرهونة بردة فعل فرنسا. أنا في اعتقادي أن الفرنسيين في نهاية المطاف يعني ليس لهم خيار إلا مراجعة الكثير من الحسابات بما يخدم مصالحهم. لماذا؟ لأن فرنسا ستفقد الكثير من نفوذها في القارة الإفريقية، ولكن بحكم أن الجزائر هي أحد أهم الشركاء في اعتقادي أنها ستراجع الكثير من الحسابات في علاقتها مع الجزائر، وسيكون هناك ربما تراجع على الكثير من التصورات الخاطئة. عليهم أن يغيروا هذه الذهنية الاستعلائية، أن يبنوا علاقات يعني كما يقال ندية معنا ومع غيرنا، وإلا فإن فرنسا ستكون في نهاية المطاف هي الخاسرة. فالمستقبل في رأيي الشخصي يعمل لصالح الجزائر ولا يعمل طبعا لصالح فرنسا إذا ما استمرت في هذه العنجهية وفي هذا الاستعلاء، وأنا أعتقد أنه سيكون هناك تعديل للكثير من هذه التوجهات. شكرا جزيلا لك دكتور مصباح الناس، محلل السياسي والأمني، على كل هذه الإطلاعات القيمة. شكرا مستمعينا للقاء.